انا عامل جمعيه تمام متخصصه في الاطفال والمراه، تمام، ولكن اللي جابني هنا هو الصدفه، لان انا عندي يعني هنا اللي اكتشفت المكان واحده اسمها ايفلين. انا كنت عرفت ايفلين ديت واحنا بنشتغل في اخميم. اخميم ديت قريه صغيره في الصعيد، يعني الشهره بتاعتها في النسيج الحرير والقطن. شوف هي راحت فين. كان القرية دي خصوصا المكان ده كان احراش، كان ما بين ناجعين، تمام. جيت سنة كام؟ فلما جينا هنا هوت ما كانش فيه بداية التسعينات. فطبعا ما كنت جاي على اساس ان ايه، ان يعني مكان هادي جدا وطبيعي، وانا شخصيا كنت بهتم بهجرة الطيور واشتغلتش. لما ايفلين عملت مدرسه الفخار كان عندنا اهتمام، طب نساعد الفواخريه يعني الشباب اللي هنا ازاي؟ فكان كل واحد بياخد شويه فخار ويحاول يسوقهم لهم في القاهره. الشباب ابتدت الفكره تيجي، طب ليه ما نخليش الناس بدل ما نودي لهم الفخار هم يجوا للفخار؟ وابتدت تطلع فكره ان نعمل، واخد بالك، ان الشباب هم اللي نظموا نفسهم، احنا ساعدناهم على اساس ان ايه، ان يقدروا ندي لهم مثلا اشتراك ويجمعوه ويعملوا دعوات ويعملوا ملصقات، تمام، وينظموا هذه الاحتفال الا خميس جمعه سبت. طب احنا عايزين نعرف